اولا قبل ما نهضر على المقابله بغيت نحيي الوليدات اليوم هاد الرجال على هاد الروندمون ديالهم اليوم لان كانوا في المستوى الكبير استوعبوا دوك التعليمات اللي قدمنا لهم. كتعرفوا الجروب كان في واحد الوضعيه ماشي هذيك ذهنيا حاولنا باش نرجعوا ديك الثقه للوليدات كما كيعرف الجميع فهم صغار في السن دازوا واحد مرحله فراغ ماشي مشكل ولكن حاولنا باش نسيوهم هذيك الفتره بدينا صفحه جديده الحمد لله اليوم لعبنا بالامكانيات ديالنا كما كنقولوا لان كنلعبوا مع فريق كبير مع مدرب كما نقولوا متمرس حاولنا باش نلعبوا على الامكانيات ديالنا الوليدات طبقوا المسائل التقنيه ولا التكتيكيه كلها. كنظن ان اليوم هذه انتصار اولا كنهدي للجمهور ديال مدينه المحمديه والسكان ديال المحمديه لان هذا الانتصار غادي يفتح لنا بزاف الافاق نطلبوا من هاد الناس يجيو ويشجعوا هاد الوليدات نرجعوا داك الامبيونس ديال الملعب البشير وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. كوتش ليستاسيون تخو بوان مهمه اليوم بزاف علاش الفرق اللي قريبه للمحمديه داروا نتائج سلبيه لي بوان بلوس بوغ الشباب. السؤال ديالي هو اليوم شفنا غياب ديال الملهم اللي لاعب بارز اللي صعيب انك تلقى البديل ديالو شفنا القيله اللي نورمالمون هذا هو المركز ديالو. كوتش كيفاش بريباريتي هذا الجوار هذا باش يلعب داك البوست هذا مع العلم انه عندك لاعب اللي صعيب تلقى البديل ديالو؟ اخويا حمزه نقول لك الثقه ملي كتعطي الان جون واحد الثقه على كونفيونس وكيكون هو واجد انا كان هاد الوليدات كنعرفهم مزيان منضبطين كيتمرنوا يعني كيعيشوا واحد العيشه مزيانه لان كندير السويفي انا لهاد الوليدات الصغار لانني ولد المحمديه قرابي ليا لان المحمديه بيبينيير من شحال هادي يعني خص هاد الوليدات من المحمديه هذا كنظن حنا عندنا اللي كيدخل هاد المرحله اللي غيدخل خصو يقضي كنظن بان ما نساش ملهمي الدور الكبير اللي كيلعب ولكن عنده فراكتور في لوني هذاك الشيء ما قدرناش يعني نغامروا باللاعب بالاخص حنا محتاجين ليه كنظن بان هادي بادره كتحسب لهاد الشبان لان بدلنا بزاف ديال المراكز كنظن الكل دار الخدمه ديالو كما يرام ونتمنى باش يكون هذا اليوم ان شاء الله هي البدايه لهاد الوليدات ان شاء الله بهذا الانتصار اللي غادي يساعدنا في الترتيب كما عرف الجميع المقابلات الجوج اللي دازوا فحنا كنا قاب او قوسين باش نجيبوا انتصار ولا نقطه ولكن الحمد لله ما هبطناش يدينا الوليدات ما هبطوش يديهم كانوا عازمين كانوا رجال بمعنى الكلمه كانوا وتقاتلوا كنظن من الكبير الصغير اللي ما لعبش ستاف حتى هو ديال معايا ستاف ميديكال ديال الناس ديال لوجيستيك كلهم تقبلوا هاد الوليدات كيعاونوهم ان شاء الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل. شكرا سي زياتي هاد الوليدات شفنا في هاد المقابله ما هبطوش يديهم واش هي اللمسه ديال المدرب ام هي لا موتيفاسيون ديال لي ماتش باسي؟ كما سبق كما كان اي ديفات ولا اي نتيجه اللي ما كتكونش لصالح الفريق كناخذوها حنا كتجربه كنحاولوا نصلحوا هاد الوليدات يعني ما كنضغطوش عليهم ما كنرجعوش للاخطاء بالعكس كنصلحوا الاخطاء لان الوليدات كانوا في واحد الجانب من الجانب الذهني فكانوا صعيب علينا باش نرجعوهم ولكن الحمد لله هما مقبلين الوضع كنظن بان قالوا الكلمه ديالهم بالاخص بانهم كيحبوا هاد الفريق وكنظن بانهم تما عندهم ليماج ديالهم ديال العائلات ديالهم ديال الناس المحمديه بغاو هاد الفريق باش ما ينزلش القسم الوطني الثاني لانه فريق عريق عنده امجاد عنده لاعبين قدماء اللي في المستوى الكبير عنده الناس اللي اول كاس اول كره ذهبيه السي احمد فراس كنظن بان احنا عندنا تاريخ خصنا نحافظوا عليه والوليدات ديالها هما اللي غادي يهزوا الفريق ديال شباب المحمديه. شكرا مبروك عليك الله يحفظك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضة.